عسلمة باباراتزي. عسلمة هيدي. مرحبا سي صالح. مرحبا بيك يا عايش خويا. مرحبا سي صالح. سيدي كنت نسمع فيك، قلت ما نمنش بالعرافات والشوافين. لا 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 لا، العرافات والشوافين حاجة والحكماء حاجة أخرى. نحكي على الشوافين والعزامة. لا ما نمنش بيهم. ما تمنش بيهم؟ لا. ملا هك قاعد تعمل في المهنة متاحهم، تمارس في المهنة؟ لا مانيش نمارس في المهنة. ملا فيش قاعد تعمل؟ عامل بيرو أنا اللي نستقبل في الناس نشوف فيهم. ملا ليه قاعد تداوي؟ هذا يا ميدان ما تنجمش تعرفه، كان أهل الميدان هما اللي يعرفوه الميدان هذا. وانت واحد من أهل الميدان؟ أنا عديت شطر عمري في زاوية سيد عبد القادر جيلاني لما فقت بروحي مسحور. ملي كنت مسحور وليت نحي في الصح؟ لا لا ما نداويش، ما عادش نداوي. وقتاش بطلت؟ وقت اللي عملت سكسي. لحظة لحظة باباراتزي، أعطيني معلوماتك على الحكاية هذية. الفقرة هذه ما عنديش. سي صالح ماهوش فنانة كهو، شواف وعزام وداوي. لا 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 لا، شواف وعزام لا، حكيم اي. حكيم حاجة أخرى. الحكيم يلزمه شهادة موجودة. من عند شكون خذيتها؟ من زاوية سيد عبد القادر الجيلاني. في الزاوية ما يعطيوش الشهيد، يعطيو إجازة. إجازة في الصوفية. شكون يعطيك الإجازة؟ شيخ الزاوية. وتولي بها تمارس السحر؟ اللي يحب، اللي يحب السحر والشعوذة. اللي يحب، لا مش شعوذة، اللي يحب، اللي يحب يمارس، واللي ما يحبش ما يمارسش. وأنت بطبيعة تحب؟ لا كنت نحب. ومارست؟ مارست. معناتها كنت تشوف؟ لا ما نشوفش، ما تسمع. مالاش تعمل؟ شوف يا ولدي الحكمة كيفاش، راهو ما يشوفش، ما يشوف كان الملبوس. راهو فيها زادة المشعوذين، برشا مشعوذين. المشعوذ، إذا تو نجيك للمشعوذ، المشعوذ ماهوش مشعوذ من أصله، المشعوذ كان حكيم. كنت تعمل لحظة فيه. كنت تعمل فيه بمقابل؟ لحظة لحظة. كنت تنحي السحر بمقابل؟ ثم بمقابل وثم بلاش مقابل. ثم اللي نزيده من عندي. ربي شاهد أنا نتكلم مانيش نكذب أنا راهو. المشعوذ ماهوش من أوله مشعوذ، من أوله حكيم. لكن حاجتين اللي رجعوا الحكيم مشعوذ هي النساء والفلوس. إذا كان طاح للنساء والفلوس يتسلب من الربانيين هذوك ويدخلوا للشياطين يولي مشعوذ ولا يكذب على الناس. أنت هذا السر نعطيك أنا. أنت الفلوس جاتك والنساء جاتك. لكن ما عملت حتى شيء من الحرام. كيفاش؟ ما عملتش حرام. كيفاش؟ ما عملتش الحرام. كيفاش؟ شو كيفاش؟ ما عملتش الحرام أنا. ما تبعتش نساء أنا. ما تبعتش نساء وقت اللي تبت أنا. دون جوان تاع الفن الشعبي. لا والله العظيم وقت اللي تمسمي روحك دون جوان الفن الشعبي. والله العظيم وقت اللي تبت يوم لا إله إلا الله يوم محمد رسول الله. يوم 29 ماي 1989 من اللي تبت ما نعرفش روحي عرفت مرة ولا مشيت مع مرة. ولا نعرف روحي شربت ولا نعرف روحي سكرت. ولا نعرف روحي صلت. من 89. من 89. واسهل عليا الناس اللي نخدم لهم في سهرياتهم، قول لهم صالح يشربش، انا نشرب في بوقه بيضه. يقول لك صالح يشرب بوقه بيضه، علاش تشربها بوقه بيضه؟ باش ما يبخبخوليش فيها، حتى تحط حاجه بيضه في الجازوز الابيض نفيق بها. تاكوردو؟ معناتها انت سحروك وليت وين تحب نمشي معاك، نحط يدي ونحلف اللي ملي تبت ما رجعتش للمعصيه. أنا شبعت من الدنيا، ريت الدنيا، عرفت الدنيا. ما عادش يأثر علي حتى شيء راهو. وهم يسمعوا فيا واللي يحب يجربني فضل يجرب. معناتها اليوم لما نلقاك في وسط زاوية تداوي في الناس. معناتها نحكي على هو جاي نهار. هم يسمعوا فيا الناس كل. جاي نهار باش نحج إن شاء الله ونتوب على فن هذايا. وباش نعمل تركينة نداوي فيها، وخلي اللي يحب يقرب لي خلي يجي. نتوب على الفن، معناتها الفن أنت عندك أنت حرام. يقولوا حرام. يقولوا الناس كل تقول حرام. أنت ما فلوسي فلوسي ما فلوسي قال لك فلوس حرام. يا ولدي شنو الحرام اللي نعمل فيه؟ أنا ما نشربش، الناس تشرب، إيش يهمني في الناس؟ أنت تغني تشجع فيهم على الشرب. هذا الباب اللي قاوه لي أنا. ما نفتيوش ما نفتيوش مانيش نفتي انا. سي صالح حبيت برشا نساء في حياتك؟ برشا. انا نجاوبك في بلاصته. برشا كانوا عنده برشا علاقات. ما نعرفش، اما حب برشا نساء. مش حبيت. حبيت. مش حبيت. مش حبيت. حبيت ما حبيتش يعني. حبيت عشقت مش حبيت. ثم حاجه أكثر. ثم حاجه اسمها عشق وثم حاجه اسمها اكثر. صبابه صبابه
عشقة اي؟ فما واحدة عملت عليها أغنية سي صالح برشا، لكن أغنية 100% حقيقية. تي برشا نقولوا حقيقية والكل البقية حقيقية. دايرة مش كلهم على 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 البنات ولا الأغاني. طب أنا نحكي لك عن سي واحدة منهم عملت عليها أغنية. سي برشا برشا. باباراتي شنو اسمها الأغنية؟ يا بيعتني. تي واضحة الأغنية بيش شنو؟ لشكون؟ شنو لشكون؟ لشكون عملتها؟ ولا على شكون تحكي؟ نحكي على واحدة اسمها جميلة. شكوني جميلة؟ جميلة اللي عملت عليها بياتني هكا تحب الاسم هاني سميتها. شكون تكون جميلة؟ شنو علاقتك بها؟ صاحبة. شنو والصاحبة هذي كيفاش وفيت العلاقة؟ كل حد مشي على روح. سلامات؟ سلامات؟ لا غلط والله. سلامات ملا ماهيش هي اللي عملت لك مشاكل ولا تتهدد فيك؟ ليه تسمع الاغنية راهو فيه سيناريوهات، واحد يتصرف في السيناريو يتصرف في برشا. مانيش نحكي على السيناريو يا سي صالح. نحكي في الحقيقة. اي حتى انا نحكي معك في الحقيقة. شكوني المرأة اللي تهدد فيك؟ تهدد فيك وعلاش هددتك؟ برشا هدوني برشا. شكون اكثر واحدة اللي صارت لك معها اكبر مشكل؟ يا بيعتني ما هو هذي جميلة. ليه يظهر لي فيها واحدة أخرى مش اللي غنى عليها يا بيعتني. هي واحدة أخرى. واحدة أخرى يحكينا الحكاية. أحكي لك الحكاية لطف الحكاية. بيجي شنو نقعد نعرف امرأة نمشي نحكي بسرارها؟ أنا ذا كلام اللي ولدي ما نحكيش. أحكينا سرارك أنت مش أسرار المرأة. سراري أنا. تعرف امرأة ما تحكيش بسرارها ما تعمل عليها أغنية؟ هي ما نسميهاش في الأغنية ما نذكرهاش. احكينا المشكل اللي صار. شنو المشكل اللي صار؟ ايش صار بينك وبينها؟ هي تعرفنا لبعضنا وتفارقنا كل حد مشي على روحه. طاح في البير وطلعوه. شنو الاخر؟ توينا نقول لك مشكل كبير. يا ودي دز اخوه طاح في الشربة يرحم بيك. اما مقويك. شوف بعد اخر انت مقويك مش انا مقويني. بالرغم من اللي انت مسيلها. انت مسيلها تسوس مقويكم. ما تدخلش في التفاصيل. اذا عندك تفاصيل ما تدخلش. ليه بالرغم اللي هددته وطلبت منه برشا حاجات لانه العلاقة وفيت كيف ما يحب هو. ليه والله وما ليه. وما دفع حد شيء. والله العظيم. واللي طلبه هو الكل صار. ليه سيد والله ليه. على خاطرك باندي. كنت. وكنت عنيف جدا. كنت. في عمر 17 سنة يا سي صالح. اي كنت تخدم بواب. 18 سنة. بين 17 و 18 سنة. نعم كنت بورتي في الكاكتوس. وكنت بعد حمامات هوتيل شاد الباب. بورتي. وكنت من أشهر الباندية. ايه مش من أشهر الباندية ما بويندي بويندي صغير. تتفكر بارتيتا؟ الله يرحم. شنو حكيته معك؟ لا يا رحمة الله باش ناخذ نجبدو في الموتة زادة. جبد لي الحكاية مش الموتة. ضربني موس في وجهي. يا أخي أنت شو عملت له؟ فنتيت بيه ما جاتش الضربة ما جاتش في وجهي. عملت له فلقة وعصا. كل كتاب؟ أي نعم. هاو الحديدة برتيتا، هاو الحديدة برتيتا، هاو الحديدة برتيتا. باش نضربو في وجهه باش يعمل سكسي. وبارتيتا هو من أشهر الباندية في الحلفوين. كان يضرب بالسبعتاش بالعشرين واحد. كان الحكم مع الضم بشهرين. كي تضرب واحد شهرين كي تضرب عشرين شهرين. إذا ضرب واحد يسرح. من السرحة اللي سرح طاح في أنا مسكين أخذية بتاعه. وانت فخور بالعنف؟ مش فخور بالعنف. أنا ما اعتديتش عليه هو اعتدى علي. حبك تقلب هذا في هذا. أراني ما نظلمش ما نتعدى على حد. اللي يتعدى عليه وقت في عنف وين شبابي راهو يعرف حسابه. علاش الموسل توا تحتك يا سي صالح؟ والله لا توا تصوير. والله لا عندي والله. اما كي تدور تدور بالموسل تاعك. ليه صلي عني بيه يا رجل. ليه هذي شي على روحه. ناكدها لك وقتاش مشي على روحه. شي على روحه الموسل. انا نحيته عامت اللي نبه عليا علي يوسف وصل عليه القدم علي يوسف تو يحكي لك. من هارت اللي نبه عليا قال لي صالح ما عندناش فنان وباندي في تونس. اما فنان والا باندي. قلت فنان قال لي الحديد نحي بعث لي مع عمار جريد مش هو قالوا الكلام وصلوا لي كلام شكون السيد هذا شين سيفته عمار جريد هذا اللي قبل في البريغاد هذا رئيس فرقه البريغاد كريمينال
وداي عمار مع البريغاد كريمينال. قال لي راهو قال لك علي يوسف ما عندناش فنان باندي في تونس، اما تتبع الحديد تقعد باندي والا تتبع الفن تحيا الحديد. قلت له حقك ناحيه الفن ولا التحديد. وقت اللي رجعت اخويا وقت اللي كثرت البركاجات في البلاد كذبش عليك. معناتها انت ذميم راك ماك شكل قلب اخي في قلب اخي خويا الفاضل الغليظ الرمامين قليل وانت جاي فالح القلب يبكي على القلب. اشنو زدت بلانتيت مره اخرى؟ لا يا حوير. سي صالح سيدي انت تحب الفلوس نموت على الفلوس وربي يعطاك من نعمته ليه الحمد والشكر. وصلت حتى في وقت شريت سيارة فخمة كاين شخص برك يملكها في تونس جاكوار حكينا عليها لكن مانيش نحكي عليها اي لكن هل صحيح وصلت كفرت بالنعمة وصلت حتى تحرق في الفلوس؟ ربي يغفر ويسامح. تحرق في الفلوس؟ نجبد 10,000 نشعلها باش نشعل بيها سيجارو. مهبول انت. عاقبني ربي. هذاك علاش سي صالح وصلت دخلت المنوبة؟ لا ما دخلتش المنوبة. كفرت بالفلوس 10,000 في السبعينات راهي. تعمل قديش فلوس تو؟ استغفر الله وكو. تعمل قديش 10,000؟ والله ما نعرف. تعمل 500,000 هكاك؟ تشدها تشعل بها سيجارو؟ معناتها انا كفرت واخذيت درس. جريمه قانونيه اخلاقيا ما تجيش. اللي تحب ما يجيش. كفر بنعمه ربي. انا قاعد نصارح فيكم ونقول لك في الحقيقه راني ما نكذبش. جهلت. كفرت بنعمه ربي. كفرت بنعمه ربي. ربي عاقبك في الدنيا. عاقبني. اهم عقاب. أهم عقاب قريب لأربعين سنة نخزر الحقوق ضايعة وما خلطت على حد شيء. وصلت كتبت أغنية ما زلت ما غنيتهاش مخبية. نقول اللي زهات له الأيام وما خممش الأيام إذا تدور ما ترحمش. اليوم ماديا شي أمورك؟ الحمد لله مستور. الحمد لله مستورة. مستور مستور واللي عملته قبل ما عادش نعمله قبل. به معناتها عندك اليوم ما تعيش بكرامة. الحمد لله. عندك اليوم المال ما تنجم تعيش به كفنان. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بابارازي.